أنا بعرف إن الحب علاقة بين رجل وامرأة، بس هالعلاقة شيء مو ثابت، شيء متغير حتما. يعني الحب متغير حتما، لذلك الشيء اللي منحبه اليوم ممكن ما نحبه بعد أسبوع أو شهر أو شهرين، والمرة اللي حبيناها السنة الماضية ممكن كتير ما نحبها السنة الجاية. التغيير هو سنة الحياة. ما بعرف شو بدي أقول، لأنه ما بعرف شو هو الحب. أحيانا بتهيالي إنه شيء عظيم، أحيانا بتهيالي إنه شيء غير موجود أصلا، شيء نحن اخترعناه. اخترعناه مع سبق الإصرار. تعرف ليش؟ حتى لنبرر لأنفسنا أشياء نحن فعلا رايدين نعملها. أشياء مثل شو؟ بتجاوبني صراحة؟ تفضل. أنت باللحظة هي ما بتتمنى تطلق زوجتك؟ يمكن. يمكن؟ ماشي الحال. فليكن الأمر هيك. بالحالة عندي سؤال تاني رح أسألك إياه رغم إني أنا بعرف الجواب. ليش تتمنى تطلق زوجتك؟ ما على أساس بتعرف الجواب؟ بتحب واحدة تاني، ولأنك ما فيك تطلق ببساطة بتبلش تبحث عن أعذار. أسهل الأعذار هي كلها هي الحب. حبيت واحدة تاني. طيب بركي الواحد يا أخي ما عم يقدر يتفاهم مع زوجته. العذر موجود، قصدي الوسيلة. الحب هو الوسيلة رح تبرر الغاية. على الأرجح مرة تانية ويمكن مرة ثالثة ترجع تستخدم نفس الوسيلة. لذلك يا صديقي شيلك من الحب وسيرة الحب وانسى نبيلة وارجع لزوجتك. وبصراحة بلا ولدني. راح الشر يا نبيلة. الله يسلمك خالي يا معلاء، تعبكم معي ما؟ شو هالحكي؟ أنت مثل بنتي. تفضلي يا حبيبتي. يسلموا هالإيدين. تعبتك يا بهية ما؟ يا بنتي مش حكاية تعب، أنا كنت بتقطع من خوف عليكي. أنا آسفة كثير، رح أحاول ما أمرض مرة ثانية. يا رب يا حبيبتي. أهلاً. سلامات. كيفك يا بهية؟ الحمد لله، إزيك أنت؟ سلامات. أهلاً يا أستاذ، أهلاً. اتفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عمو. عليك العافية أنسة نبيلة. الله يعافيك، أنا خجلانة منكم يا جماعة، لا تواخذوني. يا بنتي يا نبيلة، أنا جاي لهون وعندي كلام كتير بدي أحكيه، ما راح أخلي شي جواتي. أنت بتعرفي إنك معزة بنتي ندى، وأنا بحس إني بمام أبوكي لسبب ما راح أسمح لك بالانتحار. لما بتأملي بنفسك هذا انتحار. الدكتور قال إنه كل شي صاير معك بسبب الإرهاق، لسبب لازم ترتاحي. يعني بدك ترتاحي. موضوع الشغل بشركة يابانية بشركة هندية بدك تنسيه وتقيمين من بالك. احنا مسافرين بالإجازة على الشام، واعملي حسابك رجلنا على رجلك، تحبي بالطيارة بتحبي بالسيارة، المهم مستحيل نتركك هون. عمي أنا ماني عمك. قبل شوي حكينا أنا بمقام أبوكي، واللي بدي أقوله بدي يصير. بتسافري على الشام تقعدي لك 10 أيام 20 يوم ترتاحي، بتشوفي أهلك بيشوفوكي، وبعدين بفرج الله. اهو ده الكلام الصحيح. يسلم بوقك يا عمي ابو علاء. عمي عمي انت كمان، انا ماني عمك. شو صاير الكون؟ حاضر يا بابا، حاضر يا اجمل بابا. يا جماعه انا نازل على الشام وسيارتي مريحه جدا جدا، فشو رايك ننزل كلياتنا سوا؟ بالسياره بالطياره مو مهم، المهم انها تسافر. ما راح اترك الكون، عم تفهمي؟
حاولي مرة ثانية. غدا أذهب مرة ثانية كي لا أثير الفتنة. تعرفين احتياطي أكبر ووجوه سابة جديدة أكثر. تأكد المعامل جاءت. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلين يا مو. اهلا وسهلا فيك يا هلين. مرحبا. يا صباح. وسهلا. وين الليلة ماما؟ شو متخانقي؟ يعني هيك شيء. طيب وهلا وينها؟ بيت اهلها. شوي عند اهلها؟ معناتها الحكاية جد؟ آخ يا أمي آخ. سلامتك من الآخ يا أمي. إن شاء الله أنا ولا أنت. قوم أمي قوم قوم الله يرضى عليك. أنا وأنت وأخوك منروح لبيت أهلها من صالحة ونجيب عن بيت. لا يا مولا بلا. الله يرضى عليك. مو حلوة المرة تتعود تحرد ببيت أهلها يا عمري أنت. يا أمي الله يخليك. معلش تركي هالموضوع علي. أنا بعالج هالمشكلة بطريقة. إيشو طريقتك وما طريقتك؟ قوم الله يرضى عليك، قوم نروح لعند أهلنا بنزوره ونجيب على البيت معنا. هلا أنت معقول؟ أنا رحت لعندك وشكيت لك أمي مشان تروح تقول لأمك؟ أما فعلا تؤتمن على سر. أخوك صلاح ما له علاقة، أنا اللي حاسب اللي عم يصير فيك يا ابني. لحظة أمي. صدقا أحمد أنا لا رحت ولا أجيت، أمك دقت لي قالت لي لازم نجي لعندك وهي اللي خبرتني إنه أنت عندك مشكلة. هيك لكان. هلا عم بكذب عليك يعني؟ أنا ما بدي نزعل من بعض، تصطفل منك لأمك، وقت بدك يعني بتعرف وين بتلاقيني. صلاح! صلاح! عجبك هيك؟ عجبك؟ هي أخوك طلع زعلان، ومرتك زعلانة، ما بقيان غير تزعلني أنا لأمك كمان. يا مو الله يخليكي، أنتِ بالذات، ريحي حالك من هالموضوع. ريح حالي؟ أمرك. أمرك يا أحمد، أمرك يا ابني، أمرك يا دكتور، أمرك يا كبير. يا طولي بالك. ركلي طولي بالك. طولي بالك. حاجتك بقى اصحى اصحى لحالك. حاجتك مثل الولد الصغير اللي مضيع لعبته. حاجي بقى. بعدين معي بعدين معك. انت اللي بتعملي عملتك وانت اللي هدي اعصابك ماما. هدي اعصابك لك. حتى مخاطر له يسال عني. يا ترى شو عم يعمل بهاللحظه؟ ليلى اجاك ضيوف. احمد؟ لا حماتك. وشو بتلاقي كمان يا ماما؟ ما بيصير هيك. ايه يا نايمي. يو معقول هالحكي؟ لك امي ليش مو معقول؟ من يوم اللي تعرفت عليها لا هي بتحبني ولا انا بحبها. يا امي المرة قاعدة ببيتنا. يلا حبيبتي ليش في دموعك وخلينا نروح نشوف شو بدها. يلا امي. طيب يلا حبيبتي يلا. اهلا وسهلا. اهلين بعمري حبيبة قلبي. اهلا وسهلا احمد. اهلا وسهلا. شرفتي. تفضلي استريحي. زين تفضلي. سهلي. كيف الصحه ان شاء الله؟ الحمد لله نشكر الله. الحمد لله. كيف حبيبه قلبي؟ ان شاء الله منيحه الحمد لله. ايه للوشتي قولي لي لشوف حبيبه قلبي شو القصه شو المشكله؟ المشكله مو عندي انا. روح اسالي ابنك. بس حبيبتي انا جاي افهم منك انت
وأنا ما عندي شيء أقوله. روح اسألي إله. ليلى. سيدم أحمد، شلون تشربي قهوتك؟ قهوتك مشروبة بالإذن. بس ما بيصير سيدم أحمد. سيدم أحمد. شو بكي ماما؟ ما في شيء امي، بس اخوكي مو عاجبني بنوم، وشو قالب عرض اصبعتين. اخي؟ مين اخي؟ مين غير احمد؟ ماما احكي لي شو صاير؟ ماما سلوى الله يرضى عليكي، لا تتركي لاخوكي، روحي لعنده، هدي جنبه، هلا هو محتاج لك كثير. حاضر ماما حاضر، بس فهميني شو القصة. يعني في غيرها هاي ليلى؟ ألو صلاح، مرحبا يا عمري، كيفك يا أمي؟ الله يرضى عليك ماما، الله يحن عليك، إذا بدك رضاي لا تزعل من أخوك. يا عمري يا حبيبي، أخوك لحظة غضب حكى كلمة، لا تزعل منه أمي. الله يرضى عليكم، لا تتركوا بعضكم، خليكم مع بعضكم يا ماما، أنتوا بحاجة لبعضكم يا قلبي. إيه ماما، الله يرضى عليك، الله يكلل لك بالرضا. مع السلامة يا أبي. خلص تقبريني ما تزعلي. حبيبي بكفيك شغل اليوم. يلا بس ليلى. حام حالك شوي. بتعرف قديش صارت الساعة؟ طولي بالك علي. حبيبي صارت الساعة 2:30. طيب كيف بدك تصحى الصبح وتروح على الجامعة؟ يلا سامر الله يخليك قوم. إذا بتحبني بتقوم بدنا. يلا تركني ده. تشرف. شو عم تفكر؟ عم فكر إمتى بدك تتركي الشغل وإمتى بدنا نبطل ناخد مصاري من أبي. هذا الشيء مستاهل التفكير؟ لإمتى بدنا نضل عالي على أبي؟ حبيبي ليش عالي؟ ما هذا أبوك؟ بدل نحن ما رح نضلنا عالي طول العمر. هاي أنا عم اشتغل، وبكرة أنت إن شاء الله بتتخرج وتشتغل. يا سيدي حتى لو عالي، عمي رجال مقتدر، فوين الغلط انه يساعدنا لبين ما نكون نفسنا؟ يعني هو بس لو اني حبيبي شيل الافكار بقى من راسك وخلينا لنا. يلا. حاضر. بالله عن جد؟ اي والله صوري ماشي. يلا بشوفكم بكره. باي باي. الله معك. باي باي.
أهلين دكتور. أهلين خلود. كيفك؟ أنا الحمد لله كويس، أنت شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف الوالد؟ منيح الحمد لله. إخواتك كويسين إن شاء الله؟ كويسين الحمد لله. يلا الحمد لله. نبيلة عم تكتب؟ إيه تقريبا كل أسبوع بتوصلنا من الرسالة. عظيم عظيم، شو أخبارها؟ عم تقول منيحة. إيه عظيم، صحتك كويسة؟ تمام الحمد لله. ليلي خلود لازمك شيء؟ بدك شيء؟ الله يخليك دكتور، ألف شكر. طيب يلا بالإذن. الله معك. خلود؟ نعم. إذا كتبتي للنبيلة سلمي عليها. أكيد إن شاء الله. أبيض تفضل. هاي اثنين باثنين شرف. جارسي. حلو. مثلي متنقل مني. جارسي طبعاً. هاي واحد. هاي اثنين. إيش؟ 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 حلو. واحد. لكن شو بك مرعوب؟ لحلح لك شوي احكي لك شي كلمة شو بك؟ عمي بلاء. والله العظيم خجلان، ما عارف كيف بدي احكي بالموضوع، ما عارف. خجلان ما شاء الله، على حساب جيل مفتح ورايح وجاي. لا لا ايه بس خايف، يعني شو بدي احكي معها؟ قال لي تعني تزوج؟ خلص اترك الموضوع علي، خلصني. عليك. انا بتصرف، خلص اترك الموضوع علي. يلا يا جماعة، تفضلوا على العشاء. تفضل استاذ وليد، تشرف، بعدين بنكمل اللعبة. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل استاذ. يسلموا. تفضل دوق طبخ الانسه. شرف. صراحه انا ما سويت الا السلطه، كل الطبخ شغل خالتي ام علاء. شرف. يسلموا ايديك ويدي. يسلموا. الله يسلمك. لو سمحتي. إن شاء الله تعجبكم. يسلموا. صب لك؟ إيه والله باخذ سلطتي. يسلم والدين، شكرا. شكرا. فعلا طيبة. هذه السلطة فينا نعطيني صحن. يا سلام. بتعرفوا يا جماعة، أنا أطيب سلطة أكلتها بحياتي فعلا. بس يعني ناقصها شوية ملح. عن جد طيب، يسلم ايديكي. شكرا. شوف أحمد، بدي لك رأيي بصراحة حتى لو بدك تزعل مني. أنا برأيي إنه بالواقع ما في مشكلة. المشكلة أنت اللي اخترعتها. بس يا موفق. لا تقطعني أرجوك. أنت ما بتحب النبيلة. لو كنت بتحب النبيلة ما كنت تزوجت بهالسرعة. مو بس هيك، أنا برأيي إنه نبيلة كمان ما بتحبك. لو كانت بتحبك ما كانت سافرت أصلاً. كل مبررات للسفر كانت مجرد حجة. حجة ليشو؟ أحمد أنت ما بتحب النبيلة، أنت بتحب واحدة تانية. يا أخي بنصحك تكون واقعي، أو على الأقل تحاول تكون واقعي. شو تعريفك لكلمة واقعي بقى؟ الإنسان الواقعي هو الإنسان السوي، العاجز عن الحب؟ لا لا، مو بضرورة عاجز عن الحب، ويمكن العكس هو صحيح. يا سيدي حتى لو كان عاجز عن الحب، أنا برأيي إنه هو قادر يحصل على شيء أهم بكثير من الحب. ألا وهو؟ الرضا. الرضا؟ الرضا هو جوهر الحياة. إذا كنت مانك رضيان فأنت إنسان تعيس. كيف ممكن الإنسان يكون رضيان؟ ببساطة، أنك لما بتحط رأسك على المخدة تكون قادر تنام. تعرفنا طبعاً أغنية أم كلثوم، أهل الهوى بالليل فاتوا مضاجعهم. بشرفك، هيك ناس ما بيثيروا شفقة. بدك تأكل؟ قائمة كبيرة للأسف. نعم كبيرة. والمعلم شو رأيه؟ لسه ما شفته، موعدي معه بكرة الصبح. ومين بده يعتقل كل هدول؟ نحنا؟ نحنا مهمتنا انتهت. أنا بكرة بقدم تقريري وهيك بكون انتهى دورنا. أما مين بده يعتقل فهني بتصرفوا، الشرطة، الأمن الجنائي، المهم هو نحنا. قول اللي جوا اعتقاله سهل، بس اللي برا يمكن حاولوا عن طريق الانتربول، مع أني مالي ميال لهيك سلوك. ليش؟
اللي برات البلد إلا ما يرجعوا أول عن آخر، لذلك لازم نعطيهم إحساس مطلق بالأمان. خذ زياد مثلا، أنا متأكد إنه ما بيرجع على البلد قبل ما يسأل عن حاله بكمبيوتر المطار والمنافذ الأخرى، لذلك لازم نعطيه أمان مطلق، لأنه لما بيرجع ممكن يكون مفتاحنا لشبكة جديدة مثل ما كان مفتاحنا للشبكة هي، مع أننا بلشنا مع غيره. الله يرحمك يا دكتور أسعد. تعيش. إن شاء الله بيجيكم صبي وبتسموه أسعد بيطلع جدع مثل جده. تسلم الله يخليك. إن شاء الله بالأفراح. صحة. يلا بالإذن. قبل ما أنسى، إذا لزمكم أي شيء فلحنا دائما بالخدمة أنا والنقيب عدنان. مدام بوسينة أرجو أن تعتبريني دائما مثل أبوكي. يلا بالإذن. مع السلامة. الله معكم. بالإذن. مع السلامة. أهلا وسهلا. الله معكم. مع السلامة. I don't want anyone to disturb me. ما بدي اشوف حدا نهائيا، مفهوم؟ اوكي دكتور. اوكي. العشاء جاهز. ما بدي اكل. انت لازم تاكلي، ما بصير هيك. عم اقول لك ما بدي اكل، خليني اموت. سلامتك يا ليلى. وليش سلامتي؟ اذا ما مكلف خاطره يسال عني ولا نص سؤال. ليلى اجاك ضيوف. مين؟ احمد؟ لا، صلاح وبوسينة. يعطيهم العافية. هلا لحتى تذكروني. اهلين بوسينة. اهلين ليلى. كيفك صلاح؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. شو بتحب تشربوا؟ مثل ما بدك على ذوقك. تسلموا ايديك. ليلى معك حق بكل شيء، بس نحن كنا عم نستنى مشان ترتاحي وتخفي شوي حتى نجي ناخذ ونعطي معك برواب. وبشو بدنا ناخذ ونعطي؟ اولا افرضي هالعقده. وثانيا؟ ثانيا احمد طيب وابن حلال. ابن حلال ايه، بس طيب لا ماله طيب. طيب ممكن افهم شو بدر منه؟ يعني وحده كانت بتحبه وبيحبه، بعثت له رساله، شو هالذنب العظيم يعني؟ طيب وشو عرفني انه هو كمان ما كتب لها؟ طيب سألتي؟ من دون ما أسأله. لا ليلى، هيك صار اسمه تجني. أنا اللي عم أتجنى عليه؟ ليكني قد إيش صار لي ببيت أهلي؟ ما كلف خاطره يسأل عني بعد هالمرضى. ومين قال إنه ما عم يسأل عنك؟ يا أهلا وسهلا. أهلين بوسينة. أنا أستاذ. أهلين عمو، مرحبا. كيفك بوسينة؟ كل عام. أهلين. تفضل استريح. تفضل. لك يا بنتي،
احمد مو طيب وجن حلال وبس، احمد جوهر لازم تحافظي عليها برموش عيونك. احمد اقسمني بالله انه ما بعت لهي البنت ولا كلمه وحده، ولا حتى بيعرف عنوانها قبل ما توصل له رسالتها. طبعا انا صدقته. هجيب انت ليش ما عم تصدقيه؟ اما ليش ما عم يجي يشوفك فهذا السؤال بتساليه بينك وبينه لما ترجعي لبيتك. بابا حتى انت كمان؟ مو حتى انا، لانه الزلمه ما عمل شيء غلط، وسلوكك هذا اللي كله غلط بغلط هو اللي ممكن يخليه يعمل غلط بالمستقبل. لذلك اذا كنتي ناويه تخربي بيتك بايدك انت حره، لكن لا تلومي الا نفسك. تفضل. يسلموا ايديك. تفضل. شكرا. دكتور خليل، اهلا وسهلا يا اهلين. اهلين اهلين خليل، الحمد لله على السلامه. اهلين اهلين اهلا دكتور خليل. تفضل تفضل استريحوا. شكرا. انا صار لازم اعرفكم على بعض، الدكتور خليل ابن اختي، مدام بوسينة صلاح ابن حماها ليلى. اوليش ليلى تزوجت؟ الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك، عقبال ما نفرح بيوسف ان شاء الله. صح، كيفه يوسف؟ الحمد لله بيبوس ايدك. كيف المدام؟ شيز فاين، منيحه كثير. اتاخرت علينا دكتور، والله اشتقنا لك. اشغال يا عمي اشغال، من لما تركتكم لحد هلا وانا ما نزلت من الطياره. كل يوم ببلد وكل يوم بتعامل مع ناس شكل. بلغات مختلفه، روسي، ايطالي، اسباني، فنادق ومطارات وحفلات ومترجمين ومترجمات. بتعرف انا ابني صار لي شهر ونص ما شفته. بسبب اشغالي طبعا. زوجتي هدويك قالت لي انه نحن ما لازم ننزل من الطياره، لازم نضل دائما متعلقين بجو. وجدت معه؟ لا لا هالمره لا. ليش بقى؟ انا ناوي طول شوي هون. يعني عاده شغل؟ وبدي اياك تكون جنبي، وارجوك لا تقول لي لا. مو حكايه ايه ولا لا، الحكايه اني انا ما بفهم شغلكم. يا سيدي انا بدي كلفك بشغله بعيده كثير عن شغلنا. شغلة شو؟ أنا بدي ابني جامع إن شاء الله. جامع؟ الله يكتر من أمثالك يا ابن أختي. عفواً؟ بدي ابني جامع من أموالي الخاصة، جامع خليل. جامع؟ أيوة. ليش مستغرب؟ لا أبداً ما مستغرب، والله يجزيك الخير، بس أنا أعمال البناء ما بفهم فيه. ولا يهمك عمي ولا يهمك، رح يكون عندك مهندسين وعمال وورشات، أنت ما بتتدخل بشيء على الإطلاق. إذا شو المطلوب مني؟ شوف يا سيدي، أنا رح حط كامل المبلغ بالبنك باسمك، وأنت رح تكون آمر الصرف، يعني كل النفقات رح تنصرف بمعرفتك أنت. بصراحة أنا بدي شخص أمين وأثق فيه يستلم مشروع الجامعة عني، لأنه مو معقول أي مبلغ يكون بيلزم عليه توقيعي وفجأة ماني موجود أو عندي اجتماعات. هذا جامع، يعني إذا بلشنا ما بيجوز نتعطل ولا لأي سبب من الأسباب. الله يجزيك الخير يا ابن أختي. وين نازل؟ نفس الاوتيل؟ مؤقتا، بس في فيلا بالمزه ممكن انتقل عليها قريب. هي في مشكله صغيره، صاحبها عم بيقول انه هي بتسوى حوالي 75 مليون، بس زلمتي قال لا ما بتسوى اكثر من 50 مليون وبس. لك عن شو عم يحكي هذا البني ادم؟ بالمناسبه انتوا ليش ما عندكم تليفون؟ ولا هذا الموضوع بنحكي فيه بعدين، في مواضيع كثير لازم نحكي فيها. واضح انه حضرتك رجل اعمال. الدكتور خليل من أكبر رجال الأعمال بكندا ويمكن بالعالم. حصلنا الشرف. وحضرتك جاي تعمل مشاريع بسوريا؟ بالضبط. مشاريع مثل شو؟ غير الجامع طبعا. لا الجامع بصراحة ما هو مشروع، هو عربون وفاء مني لبلدي وشعبي. شيء عظيم. أما شو مشاريعي، شو بدي أقول، واحد مثلي عنده مشاريع بكل أنحاء الكرة الأرضية، من اليابان للولايات المتحدة، شو يلي بخليه يرجع يستثمر أمواله ببلده؟ أنا بشوف إنه في نوعين من رجال الأعمال، واحد بيرجع لحتى ينهب بلده، والتاني بيرجع ليشارك بإنماء بلده، وأنا قطعاً ماني من النوع الأول. اهلين ابو سينا، اهلا وسهلا. كيفك؟ يا ميت اهلا وسهلا. اهلين صلاح.
اهلا وسهلا صلاح، شرفتوا. تفضلوا تفضلوا. ايه صلاح، اذا انا اسعدت لك بشي فانا اسف. احمد انت مثل ما بتعرف أنا... طيب عن اذنكم رح اطلع البرندة شم شوي. لا يا ابو سينا، انت ما في اسرار عليكي، انت منا وفينا. الله يخليك، بس عن جد حابه شم شوي هوا. لك على عينك استن شاي. على عيني. بيت بيتك ابو سينا. الله يخليك. تفضل صلاح. ايه كنتك تقول شي صلاح. مزبوط احمد، انت كثير بتمون علي، انت اخي الكبير، انت عندي شغله كثير كبيره، انت البوصله اللي انا بهتدي فيها. انا ابدا ماني جاي احكي عن الشغلات الماضيه، اللي مضى خلاص مضى، انا جاي احكي عن الشغلات اللي جايه. بالمناسبه امك كثير كثير قلقانه عليك. اول ما نجي لهون كنا عند ليلى. شو اخبارها؟ لا بأس، يعني ما قدرنا نعرف شو أخبارها مثل العالم والناس. لسه ما دخلنا ندق الباب فات واحد قالوا عنه إنه مقيم بكندا أو مغترب. ظريف أنيق مبين عليه مليان، يعني ملياردير مليونير هيك شيء، بس مبين عليه مهرج. إيه شو سامر؟ ما عاد بدك دكتور؟ خلصت. مبروك. على شو المبروك؟ جاي على بالي احرق كل شيء كتبته. شو جنيت انت؟ بالعكس انا ما جنيت. لك عن شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكي؟ حكي فاضي؟ هذا هو الحكي الفاضي. بعدين انا ماني شايف نتيجة نهائيا من الكتابة. وليش ما في نتيجة؟ هلا كل هالتعب والسهر بيروح هيك معقول يعني؟ ليش حبيبي سامر؟ ليش عم تقلل من قيمة جهدك وتعبك؟ خايف هالشغل كله تكون على الفاضي. خايف؟ أنا أحسن شغلة بعملها إني دور لي على الشغلة ناكل منها. يا سلام، ليش نحن جوعانين؟ جوعانين؟ لا، ما لنا جوعانين. نحن ما لنا جوعانين نهائياً. بس انت عم تشتغلي، والمفروض ما تشتغلي، المفروض تكملي دراستك، وانا عم باخذ مصروفي من ابي مثل الولد الصغير اللي عم ياخذ خرجيه. لا لا لا، لحظه حبيبي، يبدو انه لازم نناقش الموضوع بشكل جدي. بس قبل ما تحكي اي كلمه لازم بالاول نطلع من البيت نمشي شوي ونشم هوا نظيف. موافق؟ موافق. طيب انا رايحه البس. تفضلي نبيلة. يسلموا هالإيدين. الله يسلمك. إيه نبيلة، بدي أحكي معك بموضوع. تفضلي. يعني بدك تعتبريني بمقام أمك. وقعد يا خالي. لك نبيلة، أنا ما رح لف ودور. بدي أسألك سؤال، شو رأيك بالمهندس وليد؟ شاب ظريف. ظريف ما هي؟ وأكابر كمان. طيب هالشاب الظريف الأكابر، يعني بصراحة أنت عاجبتي. فهمت عليكي. طالما فهمتي فشو رأيك؟ بصراحة خالي الشاب كتير ظريف وأكابر كتير، بس يعني أنا ما بعرف شو بدي أقولك خالي.
في شاب بس هو هلا بالشام. عم ينتظرك؟ اظن انه عم ينتظرني. بتحبيه؟ بحياتي ما حبيت غيره. اكيد عم ينتظرك؟ ما قلت لك اكيد، قلت لك اظن انه عم ينتظرني. طيب انا شو بدي اقول لعمك ابو علاء؟ وهو وعده لوليد رد له خبر هاليومين. خالي انا شرحت لك الموضوع، وانت شو ما بدك قولي له؟ شرحتي لي لكن ما اقنعتيني. كيف بقى؟ اول شيء قلتي لي بتظني انه عم ينتظرك. ثاني شيء طالما بتحبي لهالشب ليش ما كنتي ناوية تسافري على الشام بالصيفيه؟ ليش ما قررتي السفر الا بعد ما نحن اقنعناكي؟ خالي انا شرحت لكم الوضع وقلت لكم اني كنت بدي اشتغل بشركه يابانيه. مو المهم وين بدك تشتغلي ولا المهم انك بدك تشتغلي، المهم ما كنتي ناوية السفر. ليش؟ ما دمتي بتحبي لهداك الشاب وبتظني انه عم ينتظرك. خالي لا تظني انه الارهاق اللي صابني هو اللي خلاني اتخذ قرار السفر. ابدا مو هو السبب. السبب الحقيقي اني فعلا كنت مشتاقه اشوفه لاحمد. مرحبا. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. كيفك مرتمي؟ الحمد لله مشتاقه لك. مشتاقه لك كثير. تفضل. ليلى موجوده؟ طبعا موجوده. وين بدك تروح يعني؟ تفضل. ليش هيك واقف مثل غريب؟ تفضل فوت. شكرا. اهلا وسهلا. تفضل استريح. لحظه لنادي لك اياها. اشتقت لك. انت ما اشتقت لي. انا اشتقت لك كثير. شو بك؟ ما في شيء، بس فرحان لانك رجعتي. وانا فرحانه. احمد انا بحبك. أنا بموت فيك. أنا ما بدي أتخانق معك، بس أنا عم حاول أعرف وجعك. بدي أعرف وجعك مشان ساعدك مو مشان أتخانق معك. ليلى خلينا ننسى الموضوع. نبيلة وجعك مو هيك؟ ليلى خلينا نطوي هالسيرة. ترجاكي؟ خلاص رح نطويها رح نطويها. الهيئة انه في شاب عم ينتظر بالشام. ما بعرف ليش بتهيأ لي انه هالبنت حظها تقلل. هو انا هيك شايفة. يا ستي الله يهنيها ويبعت لها ايام حلوة. ما بعرف مين هالشبي اللي عم ينتظر بالشام، بس مثل وليد ما رح تلاقي. ما قلت لك حظها تقلال. طيب وانت شو رح تقول لوليد؟ شو بدي اقول له؟ بدي اقول له بظهر ما في نصيب، ما في غير هيك.
حبيبي والله ماني شايفة شي محرز. كل هالشي ومانو محرز؟ طيب هي أنا اللي كني عم اشتغل وانت عم تدرس. آه نفس الأسطوانة. انت ندمان لأنك تزوجتني؟ انت كيف تسمحي لنفسك تفكري بهاي الطريقة؟ كيف تتجرأي تسألي هيك سؤال بايخ؟ يعني لساتك بتحبني؟ طبعا بحبك. إيه لو بتحبني ما كنت بفكر بهالطريقة. أمل أمل جنتي أنا بعشقك. إذا وين المشكلة؟ ترجع وبتقلي وين المشكلة؟ سامر حبيبي أنا هلا عم بشتغل بعد الظهر، مستعدة أشتغل قبل الظهر كمان، والله مستعدة أشتغل 20 ساعة باليوم. حبيبي المهم عندي أنت، المهم عندي إنك تضلك عم تشتغل شغلة بتحبها، وأنت بتحب الكتابة، إذا لازم تستمر بالكتابة. بعدين أنا ما عم بفهم عليك، شو يعني إنك تخجل تاخذ مصاري من أبوك؟ عمي أبو عبده أولاً رجال مقتدر، ثانياً طيب، ثالثاً كريم، وحالته المادية الحمد لله ممتازة، فشو معنى إنك تخجل تاخذ منه مصاري؟ طيب ما بكفي اشترى لنا بيت، واشترى لنا عفش، وعم يعطينا اللي بدنا إياه؟ لا ما بكفي. إذا كنا محتاجين ما بكفي. بعدين إذا ما بدك مساعدة أبوك، تعال نتقشف. والله جد عم بحكي سامر. نتقشف؟ أصلاً أنا بدي إياكي تتركي الشغل. بدي إياكي تلتفتي بدراستك، بدي إياكي ترتاحي. ويا سيدي أنا ما عندي مانع، بس اصبر شوي، لك استنى لحد تتخرج. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. مرحبا. اهلا سلامات. الحمد لله. تفضلوا. علينا مؤهلين. الله يبارك فيك. تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. الله يخلي لنا اياك. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. اهلين اهلين اهلين. انا استقريت هون بالشام. والله ان شاء الله انا ناوي انقل كل اشغالي هون على الشام. تفضلوا تفرجوا على الفيلم. شو ماما تسمحي لي؟ ولو البيت بيتك. تفضلي تفضل يا ماما. لحقي بعدين. قومي ماما قومي تفرجي لحالك. بدك تستقر هون بالشام، ليش ما جبت مرتك معها؟ والله يا خالتي ما بعرف شو بدي لك. مرتي ما عجبتها البلاد. شلون بقى ما عجبتها البلاد؟ ما عجبتها. وانت بدك تضل عايش هون لحالك؟ ليش انا هنيك ماني عايش لحالي؟ هذا سر ما بيتخبى عنكم انتوا اهل. انت مو بس خالتي، انت مثل امي واعز. أنا كنت بتمنى إنه حياتي مع هيدويك زوجتي تكون سعيدة، بس يا خسارة. هذا موضوع طويل ما بدي أوجع لكم راسكم فيه هلا، معلش. طيب إذا ما أنكم مبسوطين مع بعض ليش بقيان معها؟ والله الطلاق بهديك البلاد صعب، ما نسهل نهائيا. طيب يعني حتى إذا ما بدك تطلقها شو اللي بيمنعك إنك تتجوز هون؟ أنا ما بخبي عنك إني أنا فكرت بالموضوع بصراحة، بس ما بدنا نلاقي بنت الحلال بالأول. إيه لا، ما في أكثر من بنات الحلال. صح مزبوط. عموما شو جاي على بالكم تتغدوا؟ أنا عندي بالبيت هون ما في أكل نهائيا، رح نتصل بشي مطعم. ياي مام فيلا بتجنن. مرحبا يا عروس. أهلين دكتور. أنا على موعد. يا إيه لحظة شوي لو سمحت، بس ليطلع من هون. أوكي تفضل ارتاح. ماشي حالك. شكرا. تفضل. شكرا. تفضل يا باشا. معقول
تحكيني بهيك موضوع بالعيادة؟ لو بتفكر مثل ما أنا أفكر كنت لقيت إنه العيادة أنسب مكان لهذا الموضوع. والله ما أشدي لك أخي. سألها ولما بتعرف الجواب برد لي خبر. تشاو.